بس عبد انه نستقبل في هذه المساحه ضيفه عزيزه تنضم لنا داخل الاستوديو الدكتوره ملاك حامد مدربه التنميه البشريه، نتحدث معها حول فكره التربيه الايجابيه. دكتوره مرحبا بك، صباح الخير، حبايبك في قناه الشروق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سعيده جدا ان اكون ضيفه على قناه الشروق للتحدث عن التربية الإيجابية، وهو من الموضوعات أو القضايا المهمة جدا جدا تشغل المجتمع وتشغل بل ومرتبطة ارتباط وثيق بمخرجاتنا. نعم التي نقدمها كأجيال قادمة. جميل. طيب نترك المونيتر لمشاهدينا الأعزاء ونركز حتى ننقل لهم المعلومة كما يجب. نحن بندردش قبل ما ندخل على الهواء يا دكتورة إنه عاوزين نتساءل عن مفهوم العقاب. أنت قلت لي أنا دار صحيح على المعلومة، احنا ممكن نبدا بالتربيه الايجابيه لكن العقاب ده هو اصلا المفروض ما يكون شيء اساسي، فكيف احنا نقدر نعمل تقدمه لموضوعنا ونقدر ننشر هذه الثقافه ونعززها؟ مبدا الثواب والعقاب مبدا اسلامي. نعم. الخلط اللي بيحصل عندنا لا نفرق بين الانسان من سن 0 الى 18 ومن 18 وما فوق. من حتى من ناحية إسلامية. نص القرآن الصحيح والأحاديث الصحيحة غير الموضوعة أو الضعيفة. والسيرة الصحيحة غير الملفقة والمزورة، ودي موجودة كثير. يقوم على مبدا التعزيز الإيجابي اللي هو تعلم السلوك الجيد، تعديل السلوك غير المرغوب أو غير الجيد، تثبيت السلوك بعد تعديله. نعم. المشكلة هي في الفهم، أن العقاب من الآليات التي تقوم عليها التربية. هنالك فرق شاسع جدا جدا، فرق كبير جدا جدا بين العقاب والتربية. يقول لك أنا أدقه عشان أربيه، لا، أنت يا دقه عاقبه يا ربيه، واحد في الاثنين. الدق العقاب ما بربي ما بعلم، بيوقف السلوك في لحظته بينتهي، لكن غبت أنت السلوك بيرجع، اتغيرت البيئة السلوك بيرجع. يعني فكرة التعلم بالعقوبة دي فكرة خاطئة. يعني خاطئة. العقاب يجي بعد مرحلة التربية والتعلم. وعلى فكرة هي مراحل نمو الأطفال، ده الشيء الأساسي المفروض يقوم عليه كل النقاشات اللي بتحصل والمتداولة عن وضع الأطفال. في كل مرحلة عمرية الطفل بالضرورة عنده سلوكيات غير مرغوبة بالنسبة لنا نحن، لكن طبيعية وأساسية في المرحلة بتاعته، لأنه في مرحلة التعلم واكتساب خبرات. يعني بالفطرة ذاته طبيعية. مثلا العناد، يقول لك الولد ده مين ما ولدنا عنيد. أنا أقول لي الطفل بتولد وفيه بذرة بتاعة عناد، يعني هو سلوك طبيعي في مرحلة ما، ولو ما في معناته الشخصية دي فيها مشكلة، اللي قدام ما حتبقى شخصية سوية. اسم العناد الإيجابي أو عناد الإرادة. ربنا قال خدت في الناس كلهم المؤمن والكافر والكعب والسمع بالتساوي، وربنا اسمه العادي. نعم. هذه البذرة، بذرة الشخصية المتوازنة، شخص لا سميع ولا متهور، ناجح أخلاقيا أكاديميا دراسيا، شخص متوازن، شخص إيجابي، شخص مفيد لنفسه وللمجتمع. طيب كيف برضو يا دكتورة يعني نوازن بين إنه إحنا تكون في تربية إيجابية، يكون في توجيه إيجابي، ما يكون في عقاب، لكن يعني برضه في المقوله من امن العقاب ساء الادب. يعني المفروض الحاجه دي تكون لها مراحل عمريه محدده احنا نتعامل بها مع الاطفال. ايوه، اسي بذره العناد الايجابيه دي مزعجه جدا جدا بالنسبه للمربي، بالنسبه لناس الروضه، بالنسبه للحلقه الاولى مزعجه جدا جدا، بتعمل ربكه. لو حاولنا انه نتعامل مع العناد ده ونحسمه بالضرب ممكن في لحظه يجيف، لكن يتحور ويتصعد الى مراحل نمو اخرى من الطفل. يتحور يعني يتغدر، يتبدل، مش ايجابي، بتقلب، يعني تبقى المشكله تراكميه بعد ذاك، بيبقى عناد ارعن.
استمرينا بنفس العنف يجي في المراهقة يبقى عناد النفس أو عناد الذات. لو لاحظت نحن معظم السودانيين وأنا كنت منهم قبل ما أتخصص وأعرف المشكلة دي، نحن معظمنا عندنا الإصرار على الرأي، الواحد بيشوف نفسه هو الصح. نعم. عندنا الحرد بنحرد الحاجة. بنحرد الحاجة. الناس ما قبلوا رأي دي بيبدأ الطفل يشوف بنت يقول لك ما داير طعمية، تقول لي حتاكلها، فرضت عليه يمكن ما يفطر، حرد ضربته أكلته بالغسل. يلا دي بذرة للعناد العرعن ثم تطور إلى عناد النفس، بيكون زول حريد سلسلة، زول ما يشعر بالآخر، يطلب نفسه. يعني يا جماعة كل المخطئين حتى المجرمين هم ضحايا لتربية عنيفة بسوء فهم لمراحل النمو المختلفة، بسوء فهم لمرام القرآن الكريم، بسوء فهم للتعامل مع الدين الإسلامي وبالذات النص القرآني. نحن كالببغاوات، ما بقول كلنا، أكثرنا كالببغاوات، كل المسابقات حفظ القرآن نجح، التدبر القرآن دين سلوك. نعم. يا أخي فرعون قال شنو؟ قال لي الأطفال يغلطوا، قال شنو؟ أنا ربكم الأعلى، مش عندكم الرب عالي، أنا الأعلى. مبالغة. مشى طبعا انتوا عارفين القصه، جاب ابن صرح قال داري اشوف، ما قال داري اشوف الالهي انا رب موسى وهارون، انا ما الهي انا اله. ده سلوك منتهى التحدي من شخص بالغ، لاحظ ما طفل. ربنا لما رسلهم موسى وهارون عليهم السلام قال لهم شنو؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. متاكد وعارف طغى، قال شنو؟ إنه طغى فقولا له قولا لينا. دي التربية الإيجابية لعله يتذكر أو يخشى. نعم. التربية الإيجابية عشان نختم، التربية تقوم على التذكر والخشية. الخشية الطاعة مع الحب. نعم. تختلف عن الخوف اللي بينتج من العقاب، هي الطاعة مع الكره والرغبة في الانتقام. جميل. طيب أنا عشان نقدر نلخص الحتة وأطلع بحاجة أنا داير أركز فيها، جينا قلنا القول اللين وقلنا موضوع العقاب، قبل أنا ممكن أضرب الطفل ويجيني عقاب ويجيني سلوك غير حميد وسلوك إيجابي، وعزز فيه حاجات سلبية تماما. طريقة العقاب المناسبة هي شنو؟ تمام؟ وأنت قلت تعاليم القرآن الكريم، يعني نحن مثلا من 10 سنوات تحديدا الأسرة الآن بتتابعنا 200 هي مثلا من 7 علموهم من 10 اضربوهم، نحن نبدأ العقاب من وين؟ والضرب نوع العقاب شنو أنا بمارسه مع الأطفال بتاعيني من 100 سنة تحديدا، ونوع العقاب المفروض يكون شنو؟ بنزعل. ليس هنالك ضرب للأطفال وليس هنالك ضرب في الإسلام. ما ضرب رسول، حديث صحيح رواه السيدة عائشة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غط، يعني كده زي ما بعمل لما نزعل، لم يفعل شيئا جماد انسان، ما في ضرب الانسان. في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها التعامل مع الاطفال حتى سن الرشد هو تعليم وتعلم، ليس هنالك عقاب، ولكن هنالك سلوكيات قلت بتكون غير مرغوبه مزعجه. يعني السلوك اللي بيعمله الطفل لحد سن 18 ما اسم السلوك السيء، بيسموه السلوك السيء. السلوك السيء ده بعد الانسان يبلغ زينا كده ويكون مكلف مسؤول قانونا عليه حدود وحاجات زي دي، لكن بالنسبه للطفل ده اسمه سلوك مزعج. ايوه غير مرغوب لانه مزعج. في تعليم طبعا، تدريس المدارس ده احنا مركزين فيه تدريس الدروس، في تعلم، في تربيه، في فرق بين التربيه والعقاب. التربيه اللي هي بيدخل فيها بعد ذاك التوجيه، يعني الاطفال التوجيه بكل انواعه، لكن تقليل التوجيه اللفظي، تقليل التوجيه اللفظي اللي هو افعل لا تفعل، لانه نوع من التسلط بيحرك ملف العناد بيحوره، بالتالي الاستجابه بتكون سيئه من الطفل. ايوه. نحن شاكين جدا للكبسوله الصغيره دي يعني في الصباح، دكتوره ملاك حامد مدربه التنميه البشريه. انا اتمنى ان كل المشاهدين استفادوا منها، ونلقى وقت ثاني برضه نتكلم في كثير ايضا من المحاور لها علاقه بالموضوع، طبعا لانه موضوع كبير يعني. شكرا جزيلا لك، كثر خيرك، بارك الله فيك.